مشاهدينا، لازلنا في هذه التغطية من التلفزيون المصري حول المعرض المصري الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية إيدكس 2021. المعرض في نسخته الثانية، أول أيام المعرض الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أيضا شارك في المؤتمر اللواء والمعرض طبعا اللواء المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أيضا الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أركان حرب، أسامة أحمد عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، وأيضا سيادة اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات. ينضم إلينا مشاهدينا للمزيد حول هذا المعرض و تفعاليات اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية سيادة اللواء بعد التحية. يعني هي المعرض طبعا من المعارض المهمة في ليس فقط في الدولة في القارة الإفريقية، أيضا على مستوى العالم. في البداية، كيف رأيت هذا المعرض وافتتاحه من قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ اهلا وسهلا، ببارك للشعب المصري افتتاح هذا المعرض اللي طبعا يدلل ويؤكد على ان هناك حاله من الاستقرار بتنعم بها الدوله المصريه في هذه الفتره وفي هذه الاونه. نعم. الدليل الثاني ان طبعا وجود مثل هذه المعارض داخل الدوله المصريه يؤكد ويدل على ان فعلا الدوله المصريه دوله قويه وقادره، ودوله تمتلك قوات مسلحه عاليه القدره وعاليه الاستعداد والجاهزيه لمواجهه اي تهديدات وتحديات قد تطرا في محيطنا الاقليمي. وليس بعيد المعرض الدولي الاول الذي عقد، المنتدى الدولي الاول للقوات الجويه الذي عقد بمشاركه 60 دوله وعارض بالامس، يعني ليس بعيدا بالامس، للتاكيد على هذا، على هذه الدلاله وللتاكيد على هذا الموضوع. انما المعرض طبعا المعرض المهم على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الاقليمي ايضا وعلى المستوى الدولي، انه فتح افاق جديده من التعاون بين جمهوريه مصر العربيه والعديد من الدول. مظله دوليه فاعله لاستعراض احدث النظريات الصناعيه العسكريه، طبعا فرصه لتبادل الخبرات شيء طبيعي بين مختلف العاملين بالجهات العالميه المعنيه بالشؤون العسكريه والدفاعيه والامنيه ايضا في هذا الموضوع. فكره اشتمال المعرض على 400 شركه عارضه و42 دوله يقدموا عروضهم في 21 جناح دولي، نعم. وحضور على الاقل 30,000 زائر على مدار الثلاث ايام، واتوقع انهم يزيدوا ال 30,000 زائر دول خلاف الشعب المصري من خارج البلاد، يعني الزوار من خارج البلاد من خارج الدوله المصريه، 30,000 زائر سفراء للدوله المصريه في جميع انحاء العالم، يؤكدوا ويدللوا دائما على ان الدوله المصريه فعلا ليها باع في هذه النقطه تحديدا. سيادة اللواء، يعني بنتحدث عن 400 عارض على في المعرض، نتحدث عن أكثر من 40 دولة، 30,000 زائر يعني خارجي أجنبي يزورون المعرض بخلاف المصريين. السؤال هنا، كيف تسوق مصر نفسها كقوة ردع إقليمي في المنطقة؟ كيف تتابع هذا؟ فكرة التسويق مصر لقدراتها وقوتها العسكرية. حضرتك قلت كلمة حلوة، كقوة ردع إقليمي. يعني ما تنساش إن إحنا فرضنا التوازن الاستراتيجي في المنطقة. صحيح. فرض التوازن لم يأتي من فراغ، ولا لازم تستدعي وجود قوة عسكرية قوية قادرة على فرض هذا التوازن. إنما بصراحة القائد الأعلى للخط المصري رئيس الجمهورية بهذا الموضوع، وهناك دلالة على إن الدولة المصرية فعلا دعمة قادرة على إن تحقق كل ما تسبق إليه من خلال القيادة السياسية والقوات المسلحة قادرة على تحقيق متطلبات الأمن القومي في أي مكان. لما نبص على مستويات العرض ونعرف إن في أنظمة دفاع جوي ونظام حياة الطيارات وأنظمة جو أرض ومكافحة قرصنة وأنظمة أسلحة مضادة للدبابات وذخائر وأسلحة تعرف عن قرب وملابس تمويه وأنظمة قيادة وسيطرة ونظم اتصالات وأمن سيبراني وحروب إلكترونية ومركبات برية وأمن خاص، يعني مجموعه من مستويات العرض كثيره جدا. ده يؤكد ويدل على ان فعلا مصر إذ تقدر تسوق هذا الكلام داخل الدول، سواء كانت المشاركه من خلال الملحقين العسكريين او الزوار او من خلال ايضا التواجد في هذا المعرض من خلال 40 دوله ومن خلال العديد من الامور في هذا الصدد. نعم، سياده اللواء، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له قول ماثور واصفا الجيش المصري، قال انه جيش رشيد، جيش يحمي مقدرات
الشعب ولا يعتدي في ظل هذه الأبجديات، أبجديات العسكرية المصرية كونه جيش رشيد، كيف تابعتم هذا المعرض والقدرات العسكرية المصرية وفرض الإرادة المصرية في الإقليم كما تابعنا يعني فكرة الخط الأحمر المصري الذي دائما يضرب ليفرق ما بين يعني المعتدي والمعتدى عليه؟ نعم، الخط الواصل عشان نجيب من الآخر، يعني هو فعلا الخط الأحمر اللي بيفرض ده بيبقى ليه توقيت وليه دلالته والشواهد مؤكدة عليه، لأن مصر صعبة تتحقق. لكن لما نقول شعب رشيد، جيش رشيد، جيش رشيد جاي منين؟ جاي من قدرات قتاليه لقوه غاشمه قادره ان تستفيد منها لصالح تحقيق متطلبات الامن المصري. احنا لا نعتدي ولا معتديه، احنا ما نتدخلش في شروط حد، ودي من ثوابت سياسات مصر الخارجيه. احنا كدوله مصريه لا نتدخل في شان الاخرين. دول الجوار او الدول الجوار الاقليمي او ما شابه. يعني ده دلاله على ان الجيش ده قال يحمي متطلبات الامن القومي المصري في اي مكان إن كان. التعزيز والقدره الاقتتاليه العاليه ودي ابجديات العسكريه المصريه تتطلب الجيش الرشيد، والجيش الرشيد الحمد لله متوقف. دلاله في هذه المعارض في ظل جائحه كورونا، في ظل الازمات الاقتصاديه اللي بتمر بها البلاد، في ظل الظروف الامنيه المهدده، الاستقرار داخل منطقتنا العربيه، يعني دلاله على حاله الاستقرار اللي بتنعم بها مصر. نعم، ده حقيقي. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.